انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم، 13 من الجيادة العربية الأصيلة تشارك مسافة 1200 متر في الانطلاقة، غزو ملك السيد خليفة بن إشعيل الكواري وجيفرسون سميث من الجهة الداخلية، آر إم واضحة في الوصفة، ملك السيد محمد راشد عبد الله الجبر الناعمي من وسط الجياد، نشاهد الجواد دليلة اتش سي إم نورا ريسينج ليمتد وأرنو دولوبين من الجهة الخارجية، مكارم راشد العذبة ومؤنس السيابي الصدارة مع الزين بفارق نصف الطول عن آر إم واضحة، وفي الترتيب الثالث نشاهد الجواد دليلة اتش اس إم المنعطف الأول اتجاها إلى المنعطف الأخير، مكارم يعطى الإعازات والزين الزين في صدارة، محمد بن فهد العطية ومحاولات للحاق من قبل منهمك ناصر عويض الهجري وفالع بوغنيم، الزين في صدارة ومنهمك منهمك للحاق، ولكن الزين في صدارة وسفيان سعدي الوصفة مع منهمك، الترتيب الثالث مع مكارم أو مع الجواد تايا ومحمد نواف الرئيس، والترتيب الرابع مع الجواد غزوة. مبروك. And the official results for the first race of the evening, the winner, horse number 7, Al Zain, Omar Mohammed bin Fahad Al Atiya, trained by Jasmal Ghazali, ridden by Sofian Sadi. Second horse number 10, Ghazwa, Omar Khalifa Bishal Al Kawari, trained by Julian Smart, ridden by Jefferson Smith. Third horse number 13, Taya, Omar Mohammed Nawaf Al Rayes, trained by Jasmal Ghazali, ridden by Albert Sassana. Fourth horse number 3, Munamik, Amos Nasser Weather, Salam Al Hajri, trained by Weather Al Hajri, ridden by Falib Ghanaim. And in fifth place, horse number 11, Makarim, Amos Rashid Mohammed Al Azba, trained by Bedra Balushi, ridden by Benais Al Sahibi.